صباح النور البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم نهار الاحد، غندير واحد التحميمه خطيره. كتعرفوني عزيز عليا التحميمات، التبريمات، الماسك، داكشي كنحماق عليه، وما يمكنش نمشي الحمام بلا ما ندي معايا واحد جوج ولا ثلاثه ديال الطاسات. ما يمكنش، كتجيني بحال ناقصه بزاف. انا نمشي كنقول غير تشللت وخرجت. حنا ضروري ندير الطاسه الاولى والطاسه الثانيه والطاسه الثالثه، يعني ضروري الحنه نحامض شي تبريمه شي قماج ماسك ضروري. اول حاجه غنبدا بها هي شعري. غندير الماسك ديال الحنه بالاعشاب، كنتشاركته معكم. انا غنخلي لكم دابا في صندوق الوصف اللي بغات الديتاي ديال الاعشاب اللي كتستعمل، نخلي لكم الفيديو، لان الصراحه البنات عرفتي لاحظت واحد الفرق زوين، فرق كبير في شعري، مابقاش كضرني الجلده ديال شعري. ندير الحنه هي الاولى، نبدا بها نجمعو وعاد نكمل شنو باغا ندير في الدار. صوب اليوم فطور الصباح، عندي الرميله تما شي تقضيه خصني نرجعها ديال الثلاجه. بديت كنصاوب في البيض داكشي كنرجعو، انا ديك الصبونه الاولى وباقي ليا داكشي تما، ندير البيضة الثانية والحليب والزبدة داكشي غنخشي في الثلاجة. المهم كتغمد معكم الفيديو حتى من بعد، مثلا نجي من الحمام اولا تنبغي ندير الغدا، وانا نقول دابا غندير الحنة لشعري، غنخليها واحد الساعة، ديك الساعة هي اللي غنصاوب فيها طويجين، نخلي عبدو مقابلو ونشوف شنو غنجمع، شنو غندير معايا الحمام، وندور بالدار شوية. المهم قلت لهم نشارك معكم من دابا باش تعرفوا. انا باقا كنستعمل ديك الحنة. هاد الوصفة وافقتني بزاف ماما اللي كانت نصحتني بها، وهي جابت لي دوك الاعشاب كاملين وراه باقي عندي كنستعمل منهم. كنطحن واحد الكمية، ملي كتسالي عاد كنعاود نطحنها، كنطحنش كلشي في خطرة. ماسك اللي هو سهل في المتناول، يعني تقليدي معروف عندنا حنا الحنة وهذوك الاعشاب اللي كتستعملو، اقتصادية في نفس الوقت، وكيبقى الشعر ديالنا فيه واحد الريحة غزالة ديال الخزامة، الورد، كاع هذوك الاعشاب والقرنفل حتى هو. إلا كان كيعجبكم هاد الريحة ديال هاد الاعشاب ما تترددوش انكم تستعملوا هذا الماسك. الحنه بالاعشاب هاي درتها في هاد الزليفه، غندير عليها المطايب باش هكا تطلق شويه. واحد البنت قالت لي راه خاص الحنه تطلق عاد ديريها. المهم انا ديال الطريقه اللي كندير، ما كنرقدش ولا كنفزقها قبل، لا كنديرها غير في المطايب، وبما خلطتها صافي كنديرها في شعري، كنخليها تطلق في شعري صافي. هنا البنات وجدت الماسك ديال الحنه، عندي هنا الحنه وعندي الحامض، هادو حامضات غير صغيورين، وعندي هنايا عكر فاسي وهذا الدواء الحمراء، هذا غير باش يعطينا داك اللون. هاد الماسك ديال الحنه غنديرو حتى الاخر. المهم انا غنشارك معكم المراحل كاملين، وعندي هنا الماء زهر باش غنخلط هاد الشيء باش غنجمعو تنمشي الحمام، ونزيد شويه المطايب باش هكا ما تجينيش بارده. وعندي هنايا البنات التبريمه اللي بغيت نشارك معكم اليوم، هي ديال الغاسول. هاد الغاسول البنات انا صابها في الدار، يعني مسقي بالاعشاب، بالماء ديال الاعشاب وكلشي، ونشفتو درتو في واحد البواطه كنبقى ناخذ منه. المهم عندكم الغاسول يعني ديجا في الاعشاب ديالو، غير بغيت نزيد هنا غندير الخزامه والورد والقرنفل. الا عندكم حتى البابونج كيجي خطير صافي. غنطحن هادشي كامل، نطحن هاد المكونات وغنديرهم مع هاد الغاسول، نخوي عليهم الماء باش يفزقوا اونصومبل صافي. هذه كتسمى تبريمه، ديال التبريمه اللي غنبدا بها اول حاجه في الحمام. غندير التبريمه ديال الغاسول، اول حاجه غنبدا بها هي الحنه، غنديرها في شعري وغنخليها واحد الساعه، عاد غنمشي الحمام. ملي غندخل غندير التبريمه ديال الغاسول، هادشي كله غنخلطه بالماء يكون دافي اولا طايب حتى يفزق الغاسول مزيان، وغندير التبريمه ديال الغاسول صافي. من بعد غندير القماش ديالي عادي بالكيس المغربي، وهاد الحنه والحامض والمزهر هاد الروائح يا سلام، غنخليهم حتى الاخر، يعني ما غتبقاش لي الصفوره ديال الحنه حتى غنزيد عليها العكر الفاسي وغنزيد الدواء الحمر، يعني يبقى اللحم حلى شويه مزينك. شعري صافي تهنيت منه وجمعته في داك الزيف ديال حياتي، ودابا غندوزو للوجه. دائما كنستعمل معكم ولا كنشارك معكم القهوه، مقشر طبيعي رائع، وداك القهوه اللي كتشيط لنا اولا القهوه اللي كتشيط لنا من البريصه اولا قهوه اللي مطحونه عاديه. انا زدت عليها اليوم الكوك اللي مطحون يعني رقيق. البنات اللي عندهم بشره حساسه الكوك مقشر طبيعي غزال، وزيدوا على اي زيت، انا درت زيت ارغان، نتوما ديروا اي زيت صافي. ساليت من القماش، دابا غندوزو الماسك كيف ما كنشارك معكم. دابا هذه النيله الزرقاء انا ما كنتش كنستعملها البنات، ولكن صاحبتي حسنا بيوتي اند هوم ديال خنيفره شكرتها ليا بزاف، دائما كتشكرها، وبزاف صحباتي كيستعملوها. حتى انا اختي كومونديت واحد ثلاثه البواطات كيف ما شفتوا غيبقاو عندي، ونديرهم حتى في رمضان وداكشي باش البشره تولي كتشعل.
كيفاش كتكون حشيرات على شكل حجر راه كتدق بكل سهوله، غير هي البنات ديروا الرص ديال معلقه بركه مع واحد جوج معالقات ديال دانون صافي، كتبيض الوجه كتصفي وكتعطي واحد النعومه واحد الرطوبيه ما نعاودش لكم. هنا غنبدا بالقماش هو الاول، نقيت وجهي وغسلته بالجل نيتوايون. شوفوا البنات غير القماش راه كيبان لكم الفرق، كتولي البشره كتشعل. وغنابليكي دابا الماسك ديالي ونخليه واحد ثلث ساعه. راه البنات راه كنشقى شويه وكنجي كنرتاح. هنا كان عبدو مشى يتقدى، كنت غير انا وامير. المهم غنخليه واحد 20 دقيقه وعاد نغسلو ونمشي الحمام. قال لي امير بحال دهنا وجهك بلا بانتور. ومن احسن ديروا هاد العمليه تكونوا بوحدكم، ما حضر لكم حد. صافي غنخلي واحد 20 دقيقه وعاد نغسلو ورجمعت حوايجي ومشي الحمام. شوفوا شنو درت ضروري. المهم عشي هاد السيف ولا حالته بالحنه هنايا الزروقيه، عجبتكم هاد العمليه ضروري ديروها تكونوا بوحدكم، تكون معكم حتى واحد في الدار ما تخلعوش. صافي البنات دابا انا قوميت وجهي ودرت الماسك وشعري راه فيه الحنه. غندير معكم لي زيتاب دابا شنو كندير ملي كندخل الحمام. المهم هاد الحنه غنوجدها مولفه كنبدا بها هي الاولى، ولكن اليوم غندير التبريمه غنخليها هي الاخرى. عندي دابا الحنه درت عليها الحامض ودرت عليها العكر الفاسي وغنزيد حتى الدواء الحمر كيعطي واحد اللون زوين. غندير هنايا البنات المزهر كيجي زوين، كيجي زوين في الحنه. عندكم حتى الموارد ديروه، انا كان عندي المزهر درته صافي. وغنجمعها دابا غندوزو للتبريمه. هذيك الحنه غنديرها قلت لكم حتى الاخر، كتعطيني ديك الزنيقه اللي في كتخلي لي واحد الزنيقه في لحمي حموريه زوينه طبيعيه. دابا التبريمه اللي بغيت ندير اليوم هي ديال الغسول. راني زدت البنات البابونج، قلت لكم قبيله الا كان عندكم البابونج زيدوه. لقيت واحد القريعه صغيره فيها البابونج وزدتو على داك الورد والخزامه وداك الشيء اللي شاركت معاكم. صافي كنسخنها واحد شويه غير في الوقيله وكندقها هكا في المهراز، يعني كندقوها بحال هكا في المهراز اولا طحنوها اللي بغيتو. انا حيت عندي كميه غير صغيره، شوفوا المهراز راه غير صغيور وتبارك الله كيدق مزيان. صافي درت عليها المطايب وغنخليها تمشي الحمام. بقى لي دابا غير الغدا، غنزرب عليهم واحد الطويجين ساهل ماهل دغيا خضيره مخلطه. المهم قليت اللحم غير ملحه والزيت وزدت عليه بصيله، وهنا عندي في العطريه كيف ما شفتوا معايا ملح ابزار سكينجبير شويه ديال الثومه وصافي وزعفران شعره. وغنزيد شويه هكا ديال الماء كنشلل فيه ديك العطريه اللي بقات كنديرو فوق الخضيره، منها كندير منه في الخضره وكناخذ شويه كندير منه فوق اللحم. صافي نفس الخضره نفس الاقامه. وهنا خديت القوق قسمته على اربعه باش يجيني صغيور ودرت معاه الفول وشويه البطاطا. صافي الخضره اللي عندكم. درت حتى شويه ديال الخيزو زدتو في الطاجين. المهم ما شاركتش معكم ديك اللقطه حيت درتو كيتشحر شويه، خيزو شويه كيشد الطياب. صافي كنخلط هاد الاقامه كامله بحال هكا والربيع بطبيعه الحال. الطاجين ما كيبغيش عطريه بزاف، كيبغي غير اللون، اما العطريه ما تكثروش بزاف. صافي ها هو كيف ما شفتوا البصله مع خيزو كتقلب مع اللحيمات حتى كتدخلها شويه الطياب، عاد كنستف هذيك الخضيره وكندير هنا نص حامضه اولا حامضه حيت منها غير شابو كتعطي واحد المذاق زوين. صافي غنغطي عليه وغنخليه مسيو هو اللي غيقابلها، وانا غير هو اللي غيقابل لي الطاجين، وانا غنمشي اختي نضربها بواحد التحميمه ونكمل العظيمات. قولوا لي بالصحه يا اختي، خرجت من الحمام واحد التحميمه يا سلام، ما كرهتش لكم كاملين، تشهيت لكم كاملين شو الحمام وتحمحموا شي تحميمه بحال هذه. عرفتي لقيتو خاوي ما عمرش بزاف صراحه، كملت عظامي وجيت دابا للصالون صوبت شعري. جيت عند صاحبتي وفاء صوبت لي شعري وصوبت حجباني حتى هما، عاد نطلع للدار. شوفوا شوفوا الحنه، شوفوا التكميشات، هاد التكميشات اختي باش تعرفي راسك راه كيدوزتي وقت طويل في الحمام. وصافي البنات المهم في المود ديال الجوع نمشي نشوف طويجيني راه فين وصل، غيكون اكيد طفى عليا عبدو ونمشي نتغدى اختي غنموت بالجوع. حيت الدوفي كنت باغا ندير لاسيغ الساعه باقي ما عنديش الشعر بزاف. المهم درت غير حسابت حجباني، شوفوا لي بوكل يا اختي بالصبي بقاو هكا ما كيشدوش. ايوا غنمشي نتغدى المهم ونرجع لكم نرتاح شويه ونشوف الا كنت غنصاوب شي حاجه للكوتي ولا شي حاجه نشاركها معكم. عرفتوا البنات اللي كتجي حدايا في الحمام سعداتها راضيه عليها مهمتها، دائما البنات كيكونوا حدايا كندوقهم كتبقى لي الحنه وداكشي كنعطيهم، كيبان لي داكشي كثير كندوقهم من الحنه ومن التبريمه كيعجبهم الحال، ولكن ما كنقولش مع دي قناه كنحشم. شي نهار الا طاحوا فيا في الصدفه غير بالصدفه راه غادي يعرفوني يدعيو معايا. الله 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 يا البنات شحال زوينه تكوني في الحمام تجي تقي بحال الطويجين. عبدو حط الهريسه هنايا، المهم لقيتو طفى عليه
نشرب لينا عصير ديال الليمون. درتي فيه على الليمون والفريز؟ ايوا نتغداو اختي ونرجع ليكم. صحتنا وراحتنا. ضربت واحد النعيسه دابا فقت، غنوجد واحد المخيمره تبقاو لي هكا في وسط السيمانه. ديجا مشاركه معكم، غنخلي لكم غير في صندوق الوصف الرابط ديال الفيديو اللي بغيتو تعرفوا الطريقه ديالي. واليوم غنشارك معكم واحد الكيك رخامي غنديرو في داك المول الطويل. المهم نشارك معكم الطريقه كيفاش غيجي ساهل، يعني بحال الكيكه العاديه اللي فيها مشاركه معكم، غير غنديرو دابا رخام يعني نص بالكاكاو ونص عادي. المهم جيت كنوجد من تحت الطبله هاد البوطاجي كان عامر، مسحته خويت هنايا ثاني هاد البلاصه عرفتي تشارجات عندي، بقيت كنجيو نحطو نجيو نحطو تتشارجات. دابا عاد خويتها، خليت داكشي اللي كنحتاج صافي. وتما خليت الكافيتير ديال الكافي ومسحت كلشي. شعلت هاد الاضاءه هنا، جات مورايا مخربقه ليا الديكور، عاد غنقلب لكم الكاميرا. المهم غنعجن المسيمات اولا المخيمرات هما الاولين يرتاحوا، وعاد ندوز باش نوجد معكم الكيكه. مهم غنشارك معكم هنا الطريقه ديالي ديال المسمن، يعني ديجا مشاركه معكم بالتفصيل، ولكن هنا ندير لكم غير زعما بالتسريع باش هكا تشوفوا شنو كنستعمل. عندي جوج زلافات ديال الطحين، فورس زلافه كبيره ديال الفينو، معلقه ديال الملحه، معلقه صغيره ديال الخميره حيت غندير مخيمرات، ومعلقه صغيره ديال سنيده. صافي وغنجمع كلشي، عجن عجن عجن، ما بغيتش هنايا نجبد العجانه، قلت صافي غندلكها غير شويه هكا ونخليها ترتاح. صافي كنبقاو كندلكوها العجينه ديال المسمن كتبغي الدليك، كندلكوها وكتبغي الراحه من وراها تغطيها وتخليوها ترتاح على الاقل نص ساعه. اما بعض المرات كنعجن انا في الليل. شوفوا لي البنات العجينه تبارك الله كيفاش مطاوعه، راه كتبان لكم، كتبان لكم ملسه ومدلوكه مزيان. غنغطيها وغندوز باش نوجد الكيكه اللي قلت لكم غنشارك معكم. غنديرها في هذا المول هكا طويل امير اللي بغاني نديرها فيها الشوكولا. بالنسبه للمقادير عندي 4 البيضات كيكه العاديه، انا دائما كنعقل على 4 البيضات، كاس ديال الزيت، كاس ديال السنيده، كاس ديال دانون حيت دانون صغير، غنزيد واحد ربيع ديال الحليب، ربع كاس او تقريبا علي نص كاس. المهم غير باش تجيني شويه وافيه وصافي وافيه. وثلاثة ديال الخمارات، واحد فاني، قبيصه ديال الملحه، والطحين حسب الخليط. راكم عارفين كيكه تقريبا جوج كيسان ونص بالنسبه للبنات اللي كيبغيو يعرفوا المقادير اكزاكت. وعندي هنايا واحد جوج معلقات ديال الكاكاو اللي بغيتو، بغيتو تجيكم فونسي كديروا جوج معالق كبار، بغيتوها غير شويه يعني بحال مارو ديروا غير معلقه بركه. غنبداو بالبيض مع سنيده، نطربوهم مزيان. هذا هما الاسرار ديال الكيكه، ضروري هاد المرحله باش كتجيكم الكيكه مهويه وما كتجيش مدقصه، وحتى ما كتجيش فيهم ديك الزفريه ديال البيض. كنطربو مزيان حتى كنحسو على خليط بيض بحال هكا، وكيتضاعف الحجم ديال هذاك الخليط. من بعد غنزيدو الزيت وغنطرب ثاني، غيبقى لي غير دانون، غنزيد دانون وهذيك نص كاس ديال الحليب اولا ما فايت ربع كاس، كنديرو هكا في دانون غير بحال حتى حاجه ما تشيط اختي باش ما تبقى لي حتى حاجه في ديك دانون. المهم غير بغيت نضحك معكم، ولكن بصح هادشي اللي كندير. صافي وغنخلط ثاني، غيبقى لي دابا غير نزيد واحد القبيصه ديال الملحه وغنزيد فاني، نتوما نسمو باللي بغيتو، ديرو تقشور ديال الحامض كيجي زوينه مع اولا قشره الليمون كيجي زوينه مع الشوكولا. صافي وغنطرب، غنبدا نزيد دابا الطحين وزدت الخمارات بثلاثه بطبيعه الحال، كنغربلو كلشي باش ما يبقاوش لنا كويرات. غنقسم داك الخليط على جوج حيت انا اليوم قلت لكم بغيت نديرها بالشوكولا. امير قال لي ديري يا ماما نص شوكولا ونص نص بيضه ونص كحله. صافي هذاك الخليط الاول غنزيد عليه الطحين لان باقا ما كملش الكميه، حتى كنقصلو حتى كنحصلوا على القوام ديال الكيكه. وهنا غناخذ هذاك الكاكاو ضروري حتى هو تغربلوه، وغنزيدو بحال هو اللي غيختر لينا هذاك الخليط الاخر. وكبقى البنات بحال هكا كيف ما كتشوفوا، طبقه بيضه وطبقه كحله. وانا حيت درت داك الخليط الكحل شويه جاري، يعني خليته شويه خفيف بحال نزلت لي داك الشوكولا كلها لتحت. صافي هادشي اللي كاين. دابا رجعت للمسيمنات ديالي اولا المخيمرات، لقيت العجينه طلقات وبقيت تسرح يا ما تسرح. المهم درت غير 12 وحده، ولكن درتهم كبارين شويه. كنبقى ندير الزبده وكندير واحد الخليط ديال الفينو مع الخماره راكم عارفين، وكنلويه على هاد الشكل. راه الفيديو كيوضح كلشي، كنسرحوها مزيان، كندهنوها بالزبده وكنديروا رشه خفيفه ديال الفينو مع مع الخماره. دابا النص الاخر يعني 6 درتهم خاويين، و6 غنديرهم بالخليع. حنا اختي راه من عشاق الخليع، راجلي كيحمق على هاد الشيوات ديال الخليع والبيض بالخليع. المهم عز علي الخلعه. صافي ديال الخليع ما غندير فيه والو، غير الخليع بوحدو
حيت ديجا فيه ليدام ما كنكثرش ليهم حتى الزيت. شفتوا انا ما كنديرش الزيت بزاف، ممكن نجمعهم حتى بنفس الطريقه. كل طبقه ضروري كندير فيها الخليع باش كيجيو عامرين. وغنبدا دابا نسرح، كنسرح بجوج بجوج حيت غندير جوج مقيلات. شفتوا كنبدا بهاد المقيله ديال اللي كنديروا فيها البغرير وكندوز الجهه الاخرى باش كتحمر. ها انتم البنات شوفوا لي النتيجه، صراحه جاو فنين، ما نشكرهمش ليكم، راهم باينين والله العظيم. هما مخيمرات ولكن ماشي ما مدقصين ما والو، مفكوكين محلولين. هذه هي الكيكه، ها هي خرجتها من الفران. مهم تغيير، مره كنديروها مدوره مره نديروها طويله. تعرفوا الدراري كيبغيو التغيير. انا تهنيت دابا من الفطور ديال غدا ان شاء الله، اثنين صباح اثنين. هذوك المسيمات ديال الخليع ولا المخيمرات ديال الخليع حتى هما غنديرهم في الثلاجه حتى شي نهار واحد اخر وناكلهم، زعما نجبدوهم ينفعونا. ايوا المهم بعد هكا ملي كنكون جالسه هكا الحد ولا السبت كنبغي ندير لهم شي شهيوه ديال الدار باش هما يحسوا راه عندهم مرا في الدار، ماشي دائما الخدمه الخدمه الخدمه. صافي دابا هنا كنت كنشارك معاكم النتيجه، وهادو ديال الخليع هما جاو فنين، راهم باينين غير مع كويس ديالها حتى. يا سلام دعوتش ليكم البنات، كانت بيته معايا ماما حمقت عليهم. ها انتم هما كيجيو محلولين وعامرين. مهم البنات كنتمنى انكم تجربوا هاد الوصفات وتكونوا استفدتوا معايا زعما شي حاجه من هادشي اللي شاركت معاكم اليوم. خليت الكيكه بردات شويه، دابا غنقسمها لكم باش تشوفوها من الداخل كيفاش كتجي. نقسم غير شويه، واو كيجيو الالوان زوينه. انا صراحه درتها على قبل الامير، شوفوا باقا سخونه شويه. انتظروا خاصها تبرد شويه عاد تكاع. وصافي البنات كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، شاركت معكم نهاري من قبل ما نمشي الحمام، تحضيرات اللي دايت معايا، صوت هادشي مهم تهنيت منه صراحه. هاد المليويات ديال هاد المخيمرات ديال الخليع كيجيو فنين زوينين بزاف، شي شهاوني وكيما ما قدرتش عليهم حتى غدا ان شاء الله نفطر بهم. هكا ينفعوني في وسط السيمانه الفطور، واليامات الاخرى ندير حريشه مره غير شويه ديال الخبز مع المهم زويته والبيض وداكشي راكم عارفين، حيت نهار الاحد ضروري كندير شي حاجه اللي تنفعني في وسط السيمانه. كنتمنى لا فيديو ديال اليوم تكون عجبتكم، ونقول لكم السلام عليكم وتصبحوا على خير.